السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافري وتحليل يونت 6 للصف الرابع الأساسي للفصل الدراسي الأول لمنهج سلطنة عمان. نلاحظ هنا هذه الفقرة عن الديناصور، ولكن هل الأفعال ستأتي في المضارع أم في الماضي؟ يسأل الطالب نفسه. طبعا سأضع دائرة على الأفعال ونرى هل هي في المضارع أم في الماضي. هذا هو فعل واحد الأفعال كما نلاحظ، وهذا أيضا. الآن سأضع الفعل lived على الأفعال، هنا أيضا where، هنا أيضا where. هنا أيضا الماضي started، هذا هو أيضا it. walked، ايت نفس الشيء هنا. هاد ران، لأن هذه هي الأفعال. الآن يلاحظ الطالب هل هي في المضارع أم في الماضي؟ هل هي في المضارع أم في الماضي؟ نفس الشيء هنا، نسينا بعض الأفعال. هذا هاد أيضا نسيناها. إذا نلاحظ بأن الأفعال في الماضي. لماذا؟ لماذا يسأل الطالب نفسه لماذا كتبنا عن ديناصورات في الماضي؟ طبعا السبب بسيط، لأن الديناصورات انقرضت الآن ولم تعد. إذا نذكر ما كانت عليه في الماضي قبل ملايين السنين. يعني الآن لو نتحدث عن الفيلة سنستخدم المضارع البسيط، ما بنقول وير، بنقول ار، بنقول مثلا elephants are amazing animals، سنستخدم هنا ار. ولكن بما أن نتحدث هنا عن ديناصورات نقول كانت، كانت يعني حيوانات مذهلة، كانت في ذلك أو تلك الحقبة من الزمن، في يعني قبل ملايين السنين. إذا ما نقول they live، لو الفيلة نقول they live in Africa، ولكن هذه عاشت على الأرض millions of years ago، قبل ملايين السنين. إذا they lived in the past. Some dinosaurs were huge، كانت ضخمة، and some were small، وبعضها كانت صغيرة يعني ما ضخمة. all dinosaurs had، كانت تمتلك هذه الأشياء. إذا had، ما لو الفيلة نقول elephants، all elephants نقول have. هنا سنستخدم المضارع have مثلا long trunks أو big bodies، ولكن هذه كانت تمتلك straight legs، أرجل يعني مستقيمة، which started under their bodies، تبدأ من تحت أجسامها. طبعا بدأت يعني في الماضي. the biggest dinosaurs ate، لو كنا الفيلة نقول the elephants eat، eat leaves and plants، تأكل، لأنها ما زالت على قيد الحياة، لكن هذه كانت تأكل أو أكلت النباتات. and they usually walked on four legs، مشت على أربع أرجل. لكن الفيلة، لو الفيلة بنقول elephants walk في المضارع on four legs. some dinosaurs ate meat، يعني بعضها الديناصورات أكلت اللحوم، طبعا أكلت اللحوم في الماضي ذلك الزمن. these dinosaurs usually had big teeth، يعني كان لديها هذه الأسنان الضخمة، sharp claws، مخالب حادة أيضا. and they ran، ركضت، يعني كانت تركض very fast، بشكل يعني سريع، on two legs، على رجلين، يعني ترفع اليدين وتركض على رجلين.
هكذا يعني، هذا عن ديناصورات كنا لأنها انقرضت. ولكن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ بعض الأفعال نضيف لها إيدي، بعض الأفعال لا نغير شكلها. مثلا لو الفيلة قلنا هاف، هنا لما حولناها ماضي ما نقول هافد نقول هاد. هنا مثلا الفعل مضارع ايت، ما قلنا ايت عندما حولناها ماضي قلنا ايت. هنا ووك لما حولناها ماضي ووك اضفنا ايدي، نفس هذه ليفد. هنا لا ما قلنا رن ما قلنا رند قلنا ران لما حولناها ماضي. اذا لماذا؟ لان عندنا نوعين من الافعال. في الوحدة الرابعة تعلمنا الافعال التي نضيف لها ايدي عندما نحولها الى ماضي، اذا تذكروا climbed lived walked وهكذا. اما في هذه الوحدة سيتعلم الطالب الريجولار فيربس، الافعال الشاذة. كيف يعني؟ غير منتظمة، عندما نغيرها ماضي لا نغير شكلها، من هاف الى هاد، من ايت الى ايت، من رن الى ران كما سنلاحظ. اذا هذه اسمها افعال شاذة. طبعا هنا يتعلم الطالب كتابة، يعني 1 يكتب 1، 10 يكتب 10، 300 يكتب هنا 300، 9000 يكتب 9000، 10000 هي 10000 تنطق 10000، ما نقول 10000 10000 لا نضيف اس. اذا لا للالاف ولا من الملايين ولا للمليارات اللي هي بليونز. اذا ما نقول 10 بليونز خطأ، 10 بليون 10 مليون 10000 دون اس. 400,000 إذا هذا 400,000، 8 مليون 8 مليون. إذا نكتب طالب الأرقام، طبعا هنا الطالب يكتب أفعال تنتهي بإيدي وأفعال لا تنتهي بإيدي عندما نحولها ماضي. إذا هذا الفعل ووك ينتهي بإيدي، نلاحظ أضفنا له إيدي. ستارت أضفنا له إيدي، ليف أضفنا له دي، لكن هي تنتهي بالإي ولكن أضفنا له دي. إذا هذه نسميها ريجولار فيربس، أفعال منتظمة، أفعال ماذا؟ منتظمة. هذه لا غير منتظمة، ليش؟ لأنها لما حولناها ماضي نلاحظ ما أضفنا لها إيدي، غيرنا شكلها من إيت إلى إيت، من هاف أو هاز إلى هاد، من رن الى ران، من واز من سوري من ار الى وير. اذا من ار الى وير، اذا هذه كما لاحظنا تغيرت اشكالها هذه الافعال، اذا هي غير منتظمه شاذه. نلاحظ هنا الافعال يكمل الطالب، طبعا الافعال مكتوبه هنا في الصور، الطالب فقط يغيرها الى ماضي. اذا this dinosaur تحدثنا عن ديناصور واحد، بدل ما نكتب this dinosaur has، هي اصلها has وليس have، المفروض تكون هنا has four legs. اذا نغيرها ماضي، كان لديه اربعة ارجل، اذا في الماضي خلاص انقرض، اذا had. it eats نغيرها ماضي الى ate، it ate plants اكل نباتات. it runs لو هو بعده يركض لحد الحين في حياته بنقول it runs very fast، لكن هو ركض في ذلك العصر في الماضي فنقول it ran very fast. run نحولها الى ران لما حولناها ماضي ما نضيف لها ايدي. is it is مثلا 1 meter or 11 meters يعني طوله او ارتفاعه، المهم it was 11 meters high، اذا ارتفاعه كان 11 متر، اذا it was. is نغيرها الى was، لو ار بنغيرها الى وير. هنا طبعا هذا العرض طبعا 30 سنتيمتر، it is طبعا هنا انا كتبت it ate meat، it ate meat هو اكل eat غيرناها الى eat. طبعا هنا البيض ماله، اذا نقول the eggs were نغيرها where 30 سنتيمتر وايد مثلا العرض. اذا هنا ممكن اضيف انا هذه، ممكن اضيفها، اذا اضيفها هنا، اذا the eggs، واجي حل ار غيرها الى ماضي وير واكتب 30 سنتيمتر وايد، اذا عرضها
30 سنتيمتر. إذا هكذا العرض سيصبح 30 سنتيمتر وايد. إذا ده إكس وير، نغير طبعا آر إلى وير هكذا. إذا هذا فيما يتعلق بذلك. نواصل الشرح نشاط آخر. طبعا هنا عن هذه الديناصورات، طبعا يرتب الطالب الصور حسب ما يراه، ما يقرأه هنا حسب الصورة، يعني يشوف الصورة. أيضا هذا ما مرتبة. طبعا هذه يمكن نمبر 1، about 90 مليون years ago a dinosaur died next to a river. طبعا أنا فقط سأركز على الأفعال لنرى الأفعال في الماضي. died هنا الفعل في الماضي، ماتت هذه الديناصورات كما نلاحظ، أو هذا الديناصور مات اللي وجده يعني عظم، يعني هيكل عظمي. إذا died هذا الديناصور. سأركز على الأفعال. more mud covered، إذا نلاحظ covered في الماضي، إذا الطين غطى العظام هذه، إذا covered في الماضي فقط تركز عليهن. the bone slowly changed، نلاحظ أيضا changed في الماضي، تغيرت into rocks، تغيرت إلى صخور، يعني تحجرت مثل ما نقول، تحجرت هذه العظام صارت مستحثات. هنا أيضا نلاحظ الأفعال. the soft skin rotted، إذا هذا الفعل في الماضي. أيضا mud covered، أيضا هنا covered في الماضي. إذا rotted و covered في الماضي. the sun wind and ice took، أيضا الماضي من take took، أيضا غير الماضي. شيء بعد فعل. millions of years later a man picked up، إذا picked في الماضي كما نلاحظ. ديناصور فصل مستحثات. إذا هذه هي الأفعال كلها في الماضي، لأن هذا حدث لهذا الديناصور قبل ملايين السنين. هذه الأشياء إن غطى، يعني غطى عظمانه وتوفى، وغطى عظمانه الطين وتغيرت العظام إلى صخور وهكذا، تحجرت، يعني كلها هذه في الماضي. إذا الطالب يرتب هذا لكي يعرف الأفعال في الماضي. هذه طبعا لعبة. طبعا هنا مجموعة أفعال في الماضي، ونريد من الطالب أن يكتبها في أمام الفعل في المضارع. إذا ران مثلا، يبحث الطالب ما هو الماضي منه. ران، نلاحظ أن هنا كلها هذه الأفعال الرجولر غير منتظمة. نلاحظ بأن ما نضيف إيدي، ما نقول ران، نقول ران لما نحولها ماضي. إذا الأفعال الحمراء في الماضي، الأفعال البنفسجية في المربعات البنفسجية في المضارع. إذا هذا في المضارع، هذا في الماضي. إذا run ران، see saw، eat ate، think thought، think thought. إذا think يفكر، thought فكر. find found، find يجد، found وجد. draw يرسم، drew رسم. say يقول، said قال. is هو يعني الآن، was كان. are هم الآن، where كانوا. go يذهب، went ذهب. have لديه الآن، had كان لديه. إذا كان لديه، إذا نتكلم عن حيوان نقول كان لديه مثلا قرون، هورز. do يقوم الآن، did قام بهذا الشيء. قلنا run الآن يركض، run ركض. see الآن يرى، يعني في الحاضر يعني كعادة. so رأى، eat يأكل، ايت أكل. إذا هذه هي الأفعال في المضارع وفي الماضي، الطالب يعرفها ويكتب عنها، يدخلها في جمل كقصة، عندما يكتب قصة مثلا. طبعا هنا كلمات بها إك، تنطق هذه إك وهذه إك، أحيانا بعد هذا نضيف ك، وأحيانا ما شيء ك. طبعا ما شيء قاعدة، ولكن مثلا هنا بلاستيك، لاحظ بس إك، إذا تنطق إك. بلاستيك، سك، سك هنا سي وك، إذا
هنتين، هذا تنطق كا وهذه كا، كيك، أرابيك، بيك، فانتاستيك، بريك، كويك، كوميك، كلينيك، ستيك، ثيك، بيكنيك، ميوزيك. إذا لا توجد قاعدة معينة، ولكن طالب بالممارسة سيحفظ بأن بلاستيك مثلا فيها بس كا، بأن سيك مريض يعني فيها كا وكا، هنتين كا هذه اللي هي سي وكا هذه الكي، كيك نفس الشيء، يركل، أرابيك، أرابيك فيها بس كا، بيك، فانتاستيك، بريك، كويك، كوميك. إذا الطالب يميز هذا اللي فيها كا وفيها اللي فيها كا وكا، ستيك، ثيك، بيكنيك، ميوزيك. إذا هذه الطالب يحفظها يعني بالتعود. سنقرأ هنا هذا، نبدأ من هنا، start a place where doctors and nurses work، مكان يعمل فيه الدكاترة والممرضات. إذا كلينيك، يكتب طالب هنا كلينيك، ولكن لا ما يضيف لها غير هذا الكاء، ما يسوي كاء والكاء الثانية. The opposite of slow، عكس بطيء ما هو؟ كويك، سريع، عكس بطيء كويك، سريع. ينتقل طالب هنا، طبعا هو بسواي لك ايش بتعمل الكلمة اللي فيها بس هذه، ما يعني هذه بس فيها وهذه اللي فيها، بسواي يعني الحروف اللي بتضيفهم. Balls and pins are made of this، الكور والأقلام مصنوعة من هذا، إذا بلاستيك، لاحظ بلاستيك فيها بس إك، هذا فيها إك فقط، إذا بلاستيك. أما كويك سوري فيها إك فقط يعني ك، بلاستيك فيها كويك فيها هذا الحرفين يعني الكا والكا، إذا الطالب ينتبه لهذا كما نلاحظ. أما كلينيك فيها بس حرف الكاء، إذا مكتوب فوق، ولكن يعني عشان يعرف الطالب ذلك، كي يعرف الطالب هذه الأشياء، أنا ما عملت على الآي بس عشان يميز هذا الحرفين. مثلا to be ill or unhealthy يعني عشان تصبح مريض، يعني تكون مريض وغير صحي، إذا sick، إذا sick، لاحظ sick فيها كاء وكاء. Something you listen to، أنت شيء ما تستمع إليه، إذا music، music بس ك. You do this to a football، أنت تعمل هذا مع كرة القدم، kick، تركل، يركل يعني يشوت، يعني لهجتنا يشوت أو يركل الكرة. طبعا نواصل. Dinosaur skin isn't thin it's thick، اذا جلد الديناصور ما خفيف ولكنه سميك، thick، اذا thick. مثلا a language you speak، اللغة التي انت تتحدث بها، اذا Arabic، ما يتحدث اللغة العربية. a long piece of wood، قطعة خشب طويلة، اذا stick، اذا قطعة خشبية stick اللي هي العصا، اذا نلاحظ انها ik فيها. something you can read، شيء ما تقرأه، اذا comic، هذا القصص الهزلية. then a meal you eat outside، وجبة تتناولها في الخارج اسمها سناك، الوجبة السريعة هذا سناك. طبعا هنا عاد النهاية بعد ما خلصنا هذه، إذا نلاحظ الكلمات شيء فيهن ك وشيء إك، يعني ك واحدة وشيء تو ك. طبعا هنا الطالب يتخيل ديناصور، يرسم هذا الديناصور ويكمل هذه التعليمات كما هنا. انا يعني بما انه يعني ايماجينري خيالي فتعطي اي اسم، انا سميته بيرداسور، انه يشبه الطائر، ورسمت هذا جبته من النت فسميته بيرداسور، جاي من بيرد. طبعا ايت هو ماذا ياكل هذا، انا كتبت انيمالز، يمكن طالب يكتب هاني ايت بيرز، كان ياكل الطيور، او بلانس اذا كان ياكل، او انسكس اذا ياكل حشرات، كان يكتب الطالب هنا حسب خياله. ليفد وين عاش هذا، انا كتبت ان افريكا، افريقيا، وكتبت 7 مليون ييرز اجو، قبل 7 ملايين سنه. ويت وزنه 5 تونز، انا سويت وزنه هذا 5 اطنان يعني 5000 كيلو. هايت ارتفاعه، انا عملت 18 متر، ارتفاعه 18 متر يعني مرتفع واجد، عن كم طابق 18 متر، وين فوق 5 طابق. اذا لينث طوله، من هنا لين هنا
26 meters، إذا 26 متر أنا عملت طوله compared to elephants. أنا لو يعني مع مو بقارن، بقارن مع الفيلة عشان الواحد يعرف كم حجمه، سأقارنه مع الفيلة. look like، كيف أوصف شكله؟ بنقول به wings، يعني به يعني هذا اسمه أجنحة. close مخالب، كما نراها اسم close المخالب. إذا يبدأ الطالب يكتب عن هذا my imaginary dinosaur، ديناصوري الخيال يعني اللي تخيلته. my dinosaur was، طبعا الأفعال الطالب سيستخدم في الماضي، لماذا؟ لأنه هذا ديناصور عاش قبل 7 ملايين سنة، إذا في الماضي. وليش ما استخدم وير؟ لأنه ديناصور واحد، وبطلب منه يكتب عن ديناصور واحد ليتخيله، ما يتخيل ديناصورات، فقط واحد، فيستخدم واز. my dinosaur was called بيرداسور، يعني ديناصور كان يسمى بيرداسور. طبعا هذا اسم كله خيالي غير حقيقي، كذا بس الطالب يسويه، إذا بيسوي مثلا من أكل حشرات مثل يسميه إنسكتاسور، إنسكتاسور أو بيرداسور أو وهكذا بلانتاسور، أي اسم مهم. it ate big animals، هو يعني كان يأكل حيوانات ضخمة، ما بس ما يأكل مثلا أرنب، ولا يأكل ينقل حيوانات ضخمة مثلا فيل، مثلا وحيد القرن وهكذا. it lived in Africa about 7 million years ago، about 7 million، لاحظ 7 مليون وليس millions، 7 مليون years ago. إذا المكان أيضا الطالب يغيره، يمكن ما في أفريقيا، يخلي in Europe، in Australia مثلا، وأيضا عدد الملايين السنين يغير الطالب هكذا. it weighed about 5 tons، هكذا نصيغ الجملة عندما نذكر كيف كان وزنه. it weighed هكذا في الماضي، ما نقول it weighs، لو قلنا it weighs الآن وزنه، لو يعني بعده عايش، ولكن كان وزنه هنا، كان وزنه about 5 tons. طبعا يغير الطالب الوزن حسب ما يريد، حتى يخليه 15 tons أو 10 tons. it was 18 meters tall، هكذا نصيغ الجملة عندما نذكر ارتفاعه، إذا كان ارتفاعه 18 meters tall. it was 26 meters long، وهكذا نصيغ الجملة عندما نذكر طول هذا الحيوان، إذا كان طوله 26 meters long. نواصل، طبعا الطالب كنا يغير، بس فقط يغير هذه الأرقام ويغير المعلومات والحقائق، والباقي الأشياء ما يغيرها. it was bigger than elephants، هنا أنا أقارنه مع الفيلة، إذا هو كان أكبر من الفيلة، عشان الطالب يتخيل أو القارئ يتخيل إنه ما شاء الله يعني أكبر من الفيلة، الفيلة كبار وبعد هو أكبر عنهم، معناه ضخم. it had wings، طبعا كان لديه، لما نجيب شيء يمتلكه نسوي had، it had wings، كان به أو كان يمتلك أجنحة. it could fly، أيضا كان يستطيع أن يطير، إذا could الماضي من كان، لو الآن بنقول it can fly، ولكن هنا could الماضي من كان، it could، كان يستطيع أن يطير. it had sharp claws، كان يعني لديه مخالب حادة، هذا يمتلكها الطالب، ممكن يغير أشياء ثانية مثل sharp teeth، كان لديه مثلا أسنان حادة. it didn't have spikes، لم يكن لديه سبايكس، هذه أشواك على جسمه. إذا لماذا هنا هاف ما سويناها هاد، ما دام هو يمتلك هذا؟ لأنه هنا didn't، لأن لو حذفناها ما كان موجودة، إذا هذا تحول إلى هاد، إذا it had spikes، كان به أشواك، لكن بما أنه ما كان فيه أشواك كما نلاحظ في الصورة نغيرها، هذا نرجعها وننفيها didn't have، فتصبح هذه مصدر. إذا هذا فيما يتعلق عن الديناصور الذي يتخيله الطالب. هنا نفس الشيء، الطالب يقوم بتوصيل الرقم، يقرأ الرقم ويوصله مع المكتوب، الرقم المكتوب. إذا هنا 5 ماذا؟ هنا 500 ماذا؟ مليون ولا 500؟ إذا دائما ننظر إلى الآحاد والعشرات، إذا 500,000، إذا هنا 500,000، 500,000. إذا هنا الطالب يستطيع أن يعرف ذلك، إذا هنا 500,000 أم 5,000، هنا طبعا
500,000 500,000 هنا 5 مليون، هنا نلاحظ انه في الملايين 5 ملايين 515، هنا 515، هنا 5050، هنا 5050 and 50، هنا 55,000 55,000. إذا هذا يعني عشان يقرأ الطالب إذا يقوم بتوصيل هذه الأرقام، هذا طبعا أوزان أيضا، ويكتب عنها الطالب، يكتب عن هذا الديناصور. This dinosaur was huge. It weighed about 8,000 kilos أو tons. إذا 8,000 كيلو كان وزنه، يعني 8 tons. يمكن يكتب طالب 8 tons بدل ما يكتب 1,000 kilos. المهم المعلومات مع طالب ما ممكن نغيرها، بس يعرف طالب كيف يصيغها، هكذا سيصيغها بهذه الطريقة. It was 5 meters tall، هنا ارتفاعه. It was 13 meters long، هنا طوله. It lived 100 million years ago، الحقبة الزمنية التي عاشها يعني قبل يعني 100 مليون سنة. It ate meat، هو يعني كان يأكل اللحوم. إذا هذا فيما يخص هذا الديناصور كيف يعبر عنه الطالب. طبعا هذا نهاية الوحدة السادسة في أمان الله تعالى.